نحن اليوم نصور فيديو كليب استبنا. حفلك اليوم اصحى ايامنا كلها دقات وكل دقة بتعليمة. كم استفدنا اللي فات؟ حياتنا ما لها قيمة. سلام. غبنا وغالب داع وعدنا لكي نحسن الأوضاع. اقلبوا الشاشة واستمتعوا بالمشاهدة. اين فراس؟ اين ابا فيصل؟ اين هم؟ هيا بينا، هيا بينا ندعو إلى داخل. هيا يا فيصل، اجري اجري يا فيصل. هيا بينا نصور. بسم الله، انتبه سنطيح. اين هم؟ انهم بالاعلى، انهم بالاعلى يا فيصل. ذهبنا الى الاعلى ولم نجدهم. اين هم؟ انظر انظر انظر، انهم اتوا. يا ابا فيصل، يا فراس، ماذا نفعل؟ والله كل فيديو كليب فراس لازم يعطينا 4-5 ساعات قبل ما نبدأ فيه. لماذا يا أبا فيصل؟ فراس رجل يحب التفاصيل ودقيق جدا. لحظة فأنظر إليه. يا إلهي ما هذا؟ يا إلهي ما هذا الكم من الجمال؟ يلا يا جماعة، يلا نبدأ. سنبدأ. جاهزين؟ جاهزين. كاميرا الأول أكشن. لحظة، ما اسمي؟ أليكساندرو. 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 شكرا لك. لا 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 لا، انت الان على الكواليس. واتساب، كيف حالك مرة؟ الحمد لله. استعجل يا رجل، نريد ان نبدا ارجوك. انظر انظر، انت قاعد تصور كواليس صح؟ صحيح. قاعد نصلي العشاء الغد. حصل حصل. مع السلامة. انها الصلاة. والله عارف. ايه هذا كله من اكساندرو. هو اللي معطلني. ماذا بك يا ابا فيصل؟ والله جالس اركب اللمبات، المخرج حقنا راح الحمام. متاخر متاخر. دائما كذا. دائما. أنا اليوم متأخر عليه 40 دقيقة. 40 دقيقة؟ 40 دقيقة وأنا أنتظر. لا إله إلا الله، ما هذا الكم من الجمال. طيب لما أعطيتني هذه يا أبا فيصل؟ عشان تروح تشحنها. اشتغل. المخرج أيضا لم يشحنها؟ المخرج هو أصلا مو شاحن نفسه. أقسم بالله متأخر متأخر. سند أبا فيصل، دحين أنت حتغني البارت حق خبز البريوش. يلا غني. والبريوش ذا ميزة، والميزة ذا لذيذة، وتحسبها بالفن استبنى الموناليزا. طيب دحين نبغى بدي لانجوج، تقدر تمسك هذه وتلعب فيها زي المهرج؟ لا. 3 حبات. يلا امسك. لا ما اقدر ما اقدر. حاول حاول. ما اقدر يا رجال، حاول. طيب اجرب. يلا نشوف. يلا كيف الباص حق شاورما صوص فراس؟ ناري ناري صح. انتم نسيتوني انا هنا. طبعا الكساندرو هو اللي شغل اللحن. شغل اللحن عشان الرابر الكبير الاسطوره فيصل يقول الاغنيه حقت ايش؟ استبنا. سلام عليكم. عليكم السلام. بكم الخبز حق البريوش عندك يا معلم؟ بريال. بريال؟ اعطينا 10 حبات. 10 حبات بريالين. بريالين. ارخص من المخبز. اي والله. مرحبا عبد الله مرة أخرى. مرحبا فيصل. أنت بسطيح الحب هذه. أقسم لكم لذيذ. تصور في الإضاءة، لا تصور لي في الظلام، صور في الإضاءة. نتذوق واحد. نسي يا نفسه. البريوش، البريوش لذيذ يا أبا فيصل. والله بالله يا ولد، هذا البريوش كيف الجنة. لقمة عالمية. لا أبا فيصل، اللقمة لازم متابعين خذهم. بالله كيف الطعم عالم. لذيذ لذيذ يا فراس. يا أبا فيصل، إلى أين أنت ذاهب؟ المشهد حق التمثيل حقي لازم أوسخ الثوب حقي. حصل، ماذا ستفعل؟ جبت فحم ما نفع، بروح أتدردب برا في الشارع. لا لا لا، عشان نخلص ما في وقت. يلا هيا 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 استعجل. مجنون، اقسم لكم مجنون. لا لا لا، استهدي بالله يا ابو فيصل. 1 2 3. ترى هذا سر من اسرار الشغل. نظفونا نظفونا يا ابو فيصل. لازم اعتذر، لازم اعتذر. ازفت ازفت يا ابو فيصل. والله 100 100 والله. طب اخر مره يا ابو فيصل، ماذا يحدث؟ اللهم اشفنا واشفي مرضانا ومرضى المسلمين. ابا فيصل جننا الرسمي. الثوب كاني متهجول وكاني غيرت كفرين وكاني صلحت السياره وغيرت البواجي وظبطت كل شيء. تعال تجيب شحم السياره كذا. لا لا تفضل. ابو فيصل اقطع الثوب. ايضا اقطع المشهد. راح نقطع الثوب. اقسم بالله انه حرامي بتسلل بفحم خلاص يطلع مسكوك. انت مبسوط كمان ها؟ مبسوط. معاك بطرقات تسلسل. يطلع مشهد رهيب. يلا اخلص. انت قاعد تصور كواليس؟ ايوه. جدك انت قاعد تصور. لا ترسلني ابوي. نسود نغطيه للسنين. ايوه ايوه. لا 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 خلي فيه خصوصية. انزل الشارع. نفق انت. يا فراس. يا حبيبي. هل انت خايف من قاذف اللهب؟
صعب عليك والله. لا اجيبه في العقابات واجري وراك يا الكساندرو الا قذف اللعب. شاور ما تجش شاور ملحم خلاص شاور ما كذا ولا كذا. ايوه حاضر والثاني حامنا. حلوه اقسم لكم شكلها يشهي منظرها يشهي وطعمها لم تذوق ولكن لذيذ. ابا فيس ماذا تريد؟ ماذا سنصوره؟ اننا في كرب عظيم. ادعو لنا يا متابعين. يا فراس انت دائما متاخر. ابا فيصل ينظر انه يتاخر لكي يعطيك جوده عاليه. منه فراس عالميه باذن الله. انه يهتم بالتفاصيل. اسير مطب يا جماعه الخير. المزازة جوا القزاز. أنا أول من سيجرب هذا المشروب. نتفق؟ يا أبا فيصل. أنني أسمعك. كنت جربته وخلصت وفتت لعدني كمان. لا لا لا. سأجربه مرة أخرى. أول مرة أجرب. ماذا بك؟ ماذا شيء؟ أنتم اللي متأخرين. أبدا. ما سوالف كذا. ما سوالف كذا أبدا. الحين سوي خلاص. يلا روح. أنا قلبي فاز. يا مطب العز. يتمزمز مزمز في لزازة ولزازة لذيذة ولا فينها ألس. طبقة مطبقة فوق طبقة كل طبقة كأنها طابق. يا طابق طيب لو طبيت في مطبوخ. الكلمات الأخرى ذهبت إلى المنحدرة. وهنا أيضاً التجهيز. والله يا متابعين أقسم بالله إحنا نعمل 7 أيام في الأسبوع ما في راحة كله عشانكم والله. وهذه الوجبة اسمها استبنة اللي راح تكسر الدنيا. لازم تجوا وتجربونا. في منها لحم ودجاج صح يا الكساندرو؟ صحيح. فرعنا فين؟ الصفا جدة. ومكة فين عندنا فروع؟ في محطة ساسكو على طريق جدة مكة. نعم. وأيضا بحي الشوقية. نعم. وأيضا بالعوايد. ننتظركم زورونا. ننتظركم تجربوا استبنة. استبنة تلك التي مغلبتنا. لو كنت بالجوع مقطوع موجوع لا تفكر ولا في أي موضوع. استبنة اللي تحل الموضوع. استبنة اللي تحل الموضوع. عالمين بإذن الله الأول في تلك اللعبة. أقسم بالله ما حتصور فيديو كليب 4 ساعات. والله ما حتصور فيديو كليب 4 ساعات. بس لما يكون عندك مخرج عظيم ويكون عندك ستوري بورد جاهزة ينجز بسرعة. لما يكون القائد أبو فيصل هنا اللعبة جميلة. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. خلصنا أغنية الوجبة الجديدة. كفو بقيادة مخرجنا العظيم. شكرا لك يا فراس من القلب. خلصت الأغنية في 4 ساعات ما شاء الله. صور الفيديو كليب هذا كله شفته. ايش فيك؟ اخي ما احتاجين فصل جديد. الرجل المفرخ ايش بس؟ مرحب عظيم ليك الرجل المفرخ. لمسة ضوء ما قصر معانا. كل الليزرات كل الانارات وكل الدنيا اللي انت شايفينها من عند الرجال الطيب ابو عبد الله وعبد الله والجندي المجهول عرفاوي وقائد الفريق شاورما صوص محمد سعد سلمان السلمي ما قصر معانا اتشار مراد هاي سلم من بعيد. على فكرة نبقى موظفين برعا صفة في جدة. اي واحد حاب يقدم عندنا في جدة طاقم خدمة. يلا في اي وقت والله حدورة. مين هو؟ حط جوالك. لا مو جوالك. طاقم حط جوالك. الايميل حق الشركة. سلمان حط جوالك. حط جوالك. حط جوالك. والله سلمان قال حط جوالك. بحط جوالك. الايميل حق الشركة اسفل تقول ان شاء الله. كواليس الاغنية الاولى ما جابت مشاهدات عالية. هذه ايش رايك حتجيب ولا ما حتجيب؟ عالمية. اضغطوا لايك يا متابعين. اضغطوا لايك. تعرف هي ما جابت ليه؟ لان الكساندر اللي سواها. بكذا انتهت حلقتنا. لا تنسوا تعطونا احلى لايك واشتراك وانشروا المقطع في كل مكان. سلام. الاول في اللعبه. سلام. عارف من زمن جدي راسي مصدي عرقي ندي في التحدي ما حد قدي تشوفني مهدي لكن مني ما بتعدي انا شغلي جدي حدك حدي لكن والله ما تعدي انت تستطيع لا تحاول تيجي في خطي ترى راح تضيع انت تستطيع